احنا النهاردة في حلقتنا عندنا فقرة خاصة بمناسبة مرور 21 سنة على إحياء مكتبة الإسكندرية وذكرى إنشاء هذا الصرح الثقافي العظيم، واللي تم افتتاحه في 16 أكتوبر من عام 2002 بحضور عدد كبير من رؤساء وملوك العالم ووفود دولية رفيعة المستوى. طبعا فكرة إحياء مكتبة الإسكندرية القديمة بدأت في أواخر ثمانينات القرن الماضي لما صدر قرار جمهوري بتأسيس الهيئة العامة لمكتبة الإسكندرية للبدء في إنشاء هذا الصرح الثقافي والتنويري وإعادة إحياء المكتبة القديمة، واللي أنشأت في عهد البطالمة وتعرضت للحرق طبعا سنة 84 قبل الميلاد، وكانت أكبر مكتبات العالم في هذا التوقيت. صحيح يا شاذلي، كمان قبل إنشاء المكتبة اتعملت أبحاث أثرية عشان يحددوا بالضبط موقع المكتبة القديم، وبالفعل تم اختيار موقع المكتبة على شاطئ البحر المتوسط بمنطقة الشطبي، وده المكان اللي بيعتقد إنه نفس مكان المكتبة القديمة. في عام 1995 بدأت بالفعل أعمال الحفر والأعمال الإنشائية للمكتبة الجديدة، واستغرقت حوالي 7 سنين، وكان الافتتاح في 2002. وكمان بالمناسبة في أعمال أو خلال أعمال الحفر تم العثور على قطع أثرية للعالم القديم من الموزاييك، وكمان القطع دي ما زالت متواجدة حتى الآن ضمن مقتنيات متحف الآثار بالمكتبة. على مدار السنوات 21 اللي فاتوا كانت مكتبة الإسكندرية بتقوم بدورها التنويري باعتبارها طبعا مجمع ثقافي ومركز للتميز في إنتاج ونشر المعرفة، وكمان مكان للتفاعل بين الشعوب والحضارات. هي أنه مكتبة الإسكندرية مش مجرد مكتبة بتضم ملايين الكتب والأبحاث والمخطوطات، لكن كمان هي نافذة العالم على مصر ونافذة مصر على العالم أيضا، ومركز للتعلم والتسامح والحوار والتفاهم بين الشعوب ومختلف الثقافات والحضارات. تصبح على حضراتكم مرة تانية، صباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا. صباح الخير يا مصر.